والرب استخدم كل الظروف الخلفيات العصريه المعاصره في ايام يسوع المسيح الخلفيات التاريخيه الخلفيه الاجتماعيه والسياسيه والدينيه اللي كانوا الناس بمر فيها في تلك الايام في ايام المسيح كان العالم تحت الحكم الروماني كانت اللغة المستخدمة اللغة اليونانية والحضارة الهيلينية كان الخلفية اليهودية كان بمارس الأعياد وقدموا الذبائح في الهيكل في القدس وهكذا كانوا عم بيستعدوا لمجيء المسيح والقصة أحباء ابتدأت أنه الله اخترق كوكبنا من خلال زيارة ملائكية ابتدأت مع زكريا. زكريا كان من فرقة أبيه من الكهنة. وبشروا بمجيء يوحنا المعمدان. ويوحنا أحبائي كان ليهيئ شعب وليهيئ الطريق أمام آه الرب. وكان في تلك الأيام اللي بيحكم البلاد ملك شرير اسمه الملك هيرودس. الملك آه هيرودس الكبير. واللي كان الوالي في تلك الأيام والي سوريا بسميه البشير لوقا كيرينيوس وأغسطس قيصر بسن قانون إحصاء وهذا طبعا موثق تاريخيا بالوثائق التاريخية هذا الإحصاء أخذ أكثر من عشر سنوات على مراحل ولكن هذا الإحصاء بيتكلم عنه الكتاب المقدس وبكل بساطة انه كل شخص او كل عيله اللي بتنتمي الى صب لازم تسجل في مسقط راسها وبينما اغسطس يسن هذا القانون غير عارف انه عم بحقق المشيئه الالهيه واراده الله المحتومه مريم كانت مخطوبه ليوسف النجار كان شغله فنجاره والحجاره ايضا، وعندما جاء الملاك ليبشر مريم سالت الملاك: كيف يكون هذا؟ وانا لست اعرف رجلا. اجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك وقوه العلي تظللك فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله فاذا بشر مريم وقالت مريم قال الملاك لانه ليس شيء غير ممكن لدى الله قالت ها انا امت الرب وطبعا يوسف لما شاف مريم كان في حيره كان مرتبك جدا لانه خطب اقدس انساني في هذا الوجود مريم الناصعة الطاهرة النقية فعنده صراع عقلي متأكد في ذهنه مستحيل انه مريم ترتكب هاي الفعلة وفي نفس الوقت عم بشوف انه في طفل في بطن مريم وبعد قليل الناس كلها راح تكتشف الموضوع يقول الكتاب وفي هاي الحيرة وهذا الارتباك اراد تخليتها سرا، يعني العاده انه لازم يجيب كان زلم شهم وشريف ما اخذهاش على الساحه العامه حتى يشهرها يفضحها بالعلن ولكن بهي الحاله بياخذ معاه شهود اثنين لرباي حتى يقول انه هذا الطفل مش مني انا وانه يترك الامر لرحمه الله وتدخل الله في الموضوع. وبينما هو في هذا الصراع ظهر له الملاك وقال له لا تخف يا يوسف لا تخف ان تاخذ مريم امراتك لان الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، فستلد ابنا وتدعو او تدعو اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من خطرهم. فاذا مريم اقتنعت يوسف اقتنعت اقتنع بهذا الاعلان وفي نفس الوقت اجى هذا القانون انه يترك الناصري في الجليل يسير مسافه طويله الى بيت لحم وهناك في بيت لحم تمت ولاده الرب يسوع المسيح ابقوا معي ساواصل حديثي بعد قليل